All I got is so bad, broke my broken will and I can't go. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نحل لغز جدا جدا رهيب ولغز جدا شيق، وهذا اللغز له علاقة بأحد أفراد العصابة ألا وهو جوزايا تيرلاوني. أتمنى أني قلت اسمه صح صراحة لأنه اسمه جدا جدا معوق. فيلا نخش في المقطع. طيب، زي ما تعرفون جوزايا تيرلاوني واحد من الشخصيات الغريبة والمحيرة جدا. تيرلاوني واحد من أفراد عصابة داتش، لكنه معظم الأوقات ما تحصله في المخيم، بل أنه معظم الأوقات غير موجود ونادر جدا أنك تحصله في المخيم. وأيضا لو لاحظتوا في جوزايا فجأة يختفي ويصير له ماله أي أثر. فسؤالنا، وين يروح جوزايا تيرلاوني؟ وهل لديه سر أكبر من العصابة؟ طبعا موقع ويكيبيديا ريدد وصف تيرلاوني بأنه شخص محير، وأنه من الأشخاص القلائل اللي داتش يسمح له أنه يخش العصابة ويخرج منها وقت ما يبغى. وأيضا الموقع وصف جوزايا بالساحر وأنه يختفي بطرق غريبة جدا. وأيضا قالوا عنه أنه شخص مهم جدا في العصابة، وأنه دائما كان يجلب النفع والمصالح لأفراد العصابة العصابة كمجمل. على سبيل المثال، جوزايا هو الشخص اللي أخبر داتش والعيال إنه شين ما زال حي وإنه ما مات من مجزرة بلاك ووتر. يعني منافع جوزايا جدا كثيرة على العصابة. طيب خلونا نخش في الدسم. طبعا في مدينة الساندينيس وتحديدا هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي راح تحصل بيت، وهذا البيت راح يكون جزء كبير من لغزنا. تعالوا نشوف سويا. That was absolutely delicious, my dear. Thank you. Well, I think a toast is in order, don't you? Here, let's fill that water glass, Tarkin. It's unlucky to cheers on an empty glass. Okay. To the Trelawneys. It's good to be home. The Trelawneys! Are you staying now, Daddy? I wish I could, my boy. I really do. But business calls. Oh, I almost forgot. I don't suppose anybody here would be interested in, say, present? Me! Okay, this is for you. Wow, thanks! And this one's for you, Cornelius. A spinning top! I got that in a town called Blackwater. And last but not least, for you, my dear. Aw, thank you. Now run along and play, boys. Let your mother and I read the newspapers. Trelawney? Arthur? What on earth are you doing here? I can't speak now. Sorry. Can we catch up in the office on Monday? زي ما شفتوا فعلا وحقيقة هذا البيت هو بيت جوزايا تيرلاوني. وأيضا زي ما سمعنا سويا كان في محادثات جدا جدا رهيبة. من هذا البيت نقدر نستنتج معلومات مهمة عن خوينا جوزايا. أولا إن جوزايا تيرلاوني متزوج ولديه ابنين، الأول اسمه تاركوين والثاني اسمه كورنوليكس. والله ما أدري شو اسمه كورنوليكس. المهم والله صراحة أساميهم هذولا أصعب من أبوهم. المهم إنه متزوج وعنده ابنين، وأيضا
ترلاوني مشتري هذا المنزل اللي في سان دينيس، وهذا المنزل خاص فيه تماما. صراحة في شيء جذب انتباهي صراحة من الحوارات اللي صارت. جوزايا ترلاوني جاب لأحد أبنائه هدية من بلاك ووتر، مما يعني انه كان مشارك في مجزرة بلاك ووتر المشهورة، وبعدها صار يرجع لمنطقة بلاك ووتر بدون ما البينكرتنز او الشرطة يعرفونه، وهذا يدل على انه عنده طرقه في التخفي والتجسس وغيرها. وايضا زي ما شفنا سويا يعني ارثر مورغن القروشة نادى جوزايا قال له ترلاوني هل انت موجود، بينما في الجهة الاخرى ترلاوني كان جدا يعني نوعا ما متوتر ومو عارف يرد على ارثر مورغن، لانه زي ما تعرفون ما حد من افراد العصابة ابدا واطلاقا يعرف انه جوزايا متزوج وانه عنده ابنين وانه عنده بيت، فهذا سر كبير جدا بالنسبة له. لذلك هو انفجع من ارثر مورغن لما حصل بيته. فهذا هو بيت جوزايا ترلاوني اللي يروح له دائما، ولما يختفي فراح يكون في هذا البيت. بعد ما تزور بيت جوزايا وترجع للمخيم مرة أخرى راح تحصله موجود في المخيم، وراح يدور حوار جدا رهيب بينك وبينه. تعالوا نشوف سويا. I love her, but I can't stand still. Can't do it. Poor woman. Oh, she's fine. She knows who she married. Did she? No, probably not. زي ما شفنا نوعا ما جوزايا كان غير راضي على آرثر مورغن. بعدها تكلموا عن عائلة جوزايا وانه جوزايا يعني ما هو قادر يحدد موقفه من زوجته هل يحبها او لا. المهم كانوا يتكلموا في موضوع العائلة وغيرها، لكن كان جدا واضح من ملامح جوزايا انه كان ابدا غير راضي انه آرثر مورغن عرف هذا السر الكبير جدا عنه. طيب في الشابتر السادس والاخير لآرثر مورغن، جوزايا ترلاوني راح يقرر الرحيل نهائيا عن العصابة ويترك حياة الإجرام وهذه الحياة السيئة جدا. تعالوا نشوف سويا. جوزايا leaving again. Yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. You go with my blessing. Thank you, Arthur. زي ما شفتوا جوزايا ترك العصابة، ومن وجهة نظري أنا صراحة أشوف إنه هذا هو الخيار الصحيح، لأنه ترى أنت معاك عائلة وأيضا عندك ابنين، فإنك تستمر في حياة الإجرام أبدا ما هو حل وأبدا ما هي حياة. طبعا لما ترجع لبيت جوزايا في سان دينيس بعد هذا الحوار أبدا ما راح تسمع أصوات، وأبدا ما راح تحصل جوزايا ولا زوجته ولا ابنيه. وهذا يعني فعلا وحقيقة انه جوزايا ترك هذه الحياة السيئة وبدأ حياة جديدة مع زوجته وابنينه اللي اساميهم تاركوين وكونكليكيكونكليم. طبعا في احد المهمات اللي فيها داتش خوسيا وارثر مورغن يروحون يصيدون اسماك، داتش خوسيا راح يذكرون موقف جدا رهيب ومضحك لجوزايا. تعالوا نسمع سويا. تلوني like a bad penny. I'm not sure how good a magician he is, but he's certainly good at disappearing when he feels like it. Where does he go? Everywhere and nowhere, it seems. We wouldn't have got Sean back if he hadn't been weaseling around down that way, though. Hey, Dutch, remember that time you found him in the outhouse? Oh, yeah. We hadn't seen him in weeks. We stopped in some dead-end town in the middle of nowhere. Don't even remember the name. You and Bill were off doing something, Arthur. So,
We pick up some supplies. I go to relieve myself. Open the door, and there's Trelawney, sitting there, newspaper in hand. Mr. Vanderlyn, I say, what the hell are you doing here? And he said, I could ask you the same thing. Now, if you wouldn't mind giving me a little privacy, I ate a rotten oyster. Hey, maybe there are actually 100 Trelawneys. What a terrible thought. صراحة موقف جدا جدا رهيب وحلو، وطريقة إلقاء داتش للموقف كانت جدا أسطورية. يعني جوزايا يطلع لك في كل مكان وفي كل زمان، ساحر درجة أولى. طيب خلوني أذكر لكم أيضا موقف واجهته أنا صراحة مع جوزايا. في أحد اللقطات حصلت جوزايا ترالاوني يسوي التالي: I just can't take it anymore. No, that's not the truth. I don't know the bloody truth. I'm lost. ما شاء الله عليك ساحر محترف، ها تطلع لي طيور وأسلحة ومدريش، ها معلم يا جوزايا. طيب صراحة شخصية جوزايا ترالاوني واحدة من أفضل الشخصيات في اللعبة، صح إنها محيرة وغريبة لكن صراحة شخصية جدا جدا أسطورية. طيب يا الهبين شاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن شخصية جوزايا ترالاوني، وهل كنتم تعرفون إنه عنده بيت أو لا؟ طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.